برضو ان احنا برضو ك يعني بنوصل ان انا شايفها دي قضيه قوميه للمحافظه، لان المتحف مع ويكون مع مجموعه اثارها ميدوم في مقاره في اثار دينيه. انا المتحف ده لو اتحط في مكان كبير وشكل لازم برضه من خلال هيئات دوليه تفهم يعني ايه متاحف. احنا بنشوف بره في ما عندهمش رش او واحد على 100 من اللي موجود بيمشي عليه سياحه كامله. لو انا عملت المتحف ده بيبقى ممكن مجموعه متاحف، لان انا عندي اثار فرعونيه وعندي اثار رومانيه وعندي اثار قبطيه. فانت بتعمل مجمع متاحف، المجمع ده معناها فنادق، معناها مناطق ترفيه، معناها اسكان، معناها قصه كبيره. دي عملت دوله معناها صناعات حرفيه هتنقرض كتير جدا. من لو انا عملت المتحف ده على 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 اكبر مساحه، انا متاكد ان في ظرف لو في شغل كويس من المطورين في ظرف 5 6 سنين الموضوع ده يتقلب تماما وتبقى هنا منطقه جذب الاعلانات.